مسافة العرقة ورجعالك. صلاح ومخرة جايين يا ولاد. يا سيدي راجعة راجعة. الله. مخبيش عليك يا سيد، أنا كنت خايف ترد زيارتي بعد اللي حصل. ليه يا معلم؟ أنت داخل بيت جدالة، يعني بيت كل أصول. وأنا جاي أتم الأصول. أنت ليك حق في رقبتي ومش هتحل منه غير باللي يرضيك. دم الرجالة ما بيتحلش بالكلام يا معلم. ومين اللي قال بالكلام بس يا ست البنات؟ اللي حصل غلط. ومين اللي ابتدى الغلط؟ مش أخوك وربيته؟ طب ورحمة أمي؟ لولا الرجالة اللي أحط جزامهم في راسي. نصرة يا أستاذ نصرة، أستاذ نصرة الراجل قال حقكم في رقبته، يعني اللي هتأمره بيه هيتنفس. وهو معلمك عدم لسانه عشان يخلي ديله يرد. وبعدين بقى؟ واحنا مش قاعدين ولا ايه؟ انا دخلت بيتكم وشايل الغلط على كتافي، وما يرضكش يتزحمل على كتافي وترمي على كتافكم. انا بوقف في الكلمه، اختي برضه ما غلطتش. قول جوه نصر. حاضر يا اخويا. اللي عمل اخوك تمامه عند نسوان رقبته، ايش حال بقى عند الرجاله؟ اخويا اعمل له ايه؟ طول عمره عاوز يقص هيبتي وسمعتي. العيب مش عليه فوده، العيب اللي يمشي ورا كلام العيال، واللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من القصايص. دوره البيع اللي رامي عياله يا سلطان، ومش طايلين منه غير المرازية والسيرة الوسخة. خش دغرة فودة، والكلمتين اللي في حبك ارميهم في وشي بعبالهم. ما تعملش زي اخوك، ترمي وتجري. كفايه كلام يا معلمين، الليله دلوقتي على اخويا اللي دمه اللي ساح. وانا جاي انفض عبايتي وامسحه يا سيد، وكلمتي قدام الكل. معوض ما يهوبش ناحيتك ولا ناحيه اللي حواليك بعد النهارده. قلت ايه؟ مرضي؟ مجيتك فوق دماغي، بس مش محتاجه كلمتك. اخوك اتعدى عليه مره، واللي سيد بخارستي يعد عليه واحده يستنى اجله في التاني. امين اشربوا الشاي. ايه ده؟ في ايه؟ مالك قاعد كده ليه؟ في ايه يا احمد؟ مالك يا حبيبي؟ انت كويس؟ شايفه ايه؟ شايفه بصراحه يعني انك ما تزعلش. اللي حصل ده حاجه ممكن اي حد في الدنيا يتعرض لها، ما تكبرش الموضوع يعني بالطريقه دي. كبر الموضوع؟ رحمة انا حاسس ان انا عاجز ومربوط، حاسس انها صوره انتوا بتتفرجوا عليها وبتتكلموا عنها كانها هوا. يا احمد افهمني، لازم الحكايه اللي حصلت دي تخليك اقوى. مفيش حاجه يعني تستاهل لكل ده يا رحام. حكايه مش حكايه خناقه وعدت. دي دنيتي اللي انا عايشها. انا كل ما اجي اقول حاجه ولا اعمل حاجه الاقي نفسي بقول حاجه تانيه خالص، بعمل حاجه تانيه غير اللي جوايا. حبيبي ما تكبرش الموضوع قوي كده، ما تخليش الحكايه دي تاثر عليك للدرجه دي. ارحب انا عمري ما كنت زي ما الناس شايفاني ولا عارف اكون. يا حبيبي ما حدش طلب منك حاجه، خليك على طبيعتك. وبعدين بالعكس يا ابني، احنا اصلا كلنا فرحانين وبنتباهى بيك. انت بتضحك عليا يا ارحب. فرحانين بمين؟ انا دلوقتي في اللي بيتكلمني، في اللي بيفكر لي، بقى في اللي بيجيب لي حقي لما اتضرب كمان. يا يا احمد، معقوله شايل كل ده جواك؟ والله ما مستاهله. موقف وعدى زي اي موقف بيحصل لاي واحده او واحد وهما ماشيين في الشارع عادي يعني. رحب انت الوحيده اللي انا بعرف اتكلمها واقولها لجواك. اتكلم يا حبيبي وقول كل اللي جواك، فضفض باللي نفسك فيه يا احمد. يا بنتي حميد، ايه اللي حصل؟ احكي لي، جايباني على ملاوش جري ليه؟ قابلتي الحقيني، قابلتي. ايه اللي حصل قولي؟ مدير استغلبني الكلب، ضربني وورمني وفرج عليا الوحش كله. يا نهار ابو اسود، هو فين وانا نقدمه على شبابه؟ ايه ده؟ انا مش قلت لك امشي بتاع بره؟ ما تجيش هنا تاني؟ الهي ما حد يعرف لك عتبه لا دنيا ولا اخره يا بعيد. عامل لي راجل وانت عرب شنبات. يلا 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 كمان بتقدر. يا ابو حميد. يا سيد اتفضل. اتفضل ايه؟ اتفضل دي ياض، هب فيا، قول له اقعد، اطلع بره، مش فاضيلك دلوقتي. ما تطلعش مني يا اخويا. تعال اقعد. انا عارف انك زعلان وحقك وانا عارف، بس معلش كله بيعدي وكل واحد فينا بيوقع، بس الكدعه بقى اللي يقف تاني على رجليه. انا كويس اهو يا سيد.
عايز نعمل ايه يعني؟ ياض انت هتلف عليا ده رادع اسفلت. انت فاهم قصدي كويس وعارف انا عايز اقول لك ايه. ما تخليش حد يهزك. القطر اللي كتروه عليك بتهد اي حد. تمام. لا مش تمام. بس هتبقى تمام. عشان عارفك واد ذكر وهترمي كل حاجه ورا ظهرك. بس عايزك تحط في دماغك ان الحته كلها مالهاش سيره غير اتنين. احمد اللي ساح دمه وسط 20 واحد واحمد اللي لسع معوض النجس على وشه قدام 2000 واحد. اتذكر بجد اللي ياخد حقه بدراعه. لا ما تهزيش جمالك وتثبتني. انا لا جاي اسمعك لا نصايح ولا راضيك بكلمتين. انا جاي بس افكرك بوصيه ابوك ليا قبل ما تكون ليك. عشان تعرف تتعامل مع الدنيا دي لازم تاخدها كذا ما هي على غباوتها. تديك كف تديها اتنين. تكسر لك عين تعملها الاتنين. وتقول لها تعالي هاتي اخرك معانا ماليش اخر. فاهم؟ فاهم يا سيد. بس واضح احنا كنا متفقين على قلم مش شلوت على وشه. مساء الخير يا باشا. يونا فين؟ يونا فين؟ مساء الجمال. مساء الخير يا زميل. يونا مين؟ يونا يا باشا هي ممسوكه هنا عندكم. اوعوا تكونوا بتعذبوها. انت مين انا؟ انا باشا بلا فخر امين الشرطه بلابيلو. ايه؟ بلابيلو؟ بلبل نبيله باشا. اه انت مبرشم انا؟ الله العظيم. انت مبرشم ولا لابس لي ميري؟ ايوه يا باشا انا ميري. بقول لك امين شرطه فلافيل. وريني بطاقتك هلا يا باشا. عيب يا باشا احنا زمايل احنا اللي بنقول كده للناس يا باشا. وريني بطاقتك بدل ما احبسها. انت هتسقف على باشا يا باشا. ماشي براحتك يا باشا بس زميلك انا. اتفضل يا باشا الورقه اهو. انت قلت لي مين اللي اتصل بيك؟ يوني. يا تعرفها كويس. امال ايه؟ انت جميل خالص. الله يعزك يا باشا. بقول لك زميلك يا باشا. ده انت حلو. ده انت جاي لي جاهز. يا عسكري. عسكري ايه؟ بقول لك امين شرطه يا باشا. عسكري. خد الرمه ده على التفيش وفيشوا لي ايد ورجلي. تفيش ايه يا باشا؟ لا يا باشا انا بقول لك زميلك. امشي الجار من هنا. ما ينفعش يا باشا اللي انت بتعمله ده. امشي الجار من هنا يا باشا. غلط كده يا باشا. ماشي يا باشا ماشي. انا بقى فين يونيا؟ ايدك في شعري ازاي؟ عاشتك يا بنت ميسا. يا لهوي ده انا عقلي كان هيشت يا جدع. طب اسال الورد وهو يقول له. هنا حكيت له عنه وهنا على شقاوتك وهنا وانا زعلانه منك وهنا بقى لما لعنت بغيشة. وريها بنت ما كنا قاعدين كويسين. انا غلب يا جدع من طول صبري عليك. ما خلاص يا بنت رجعت لك كامل مكمل اهو. هتفضل على طول يا قلبي ينسى من جوه. عارفه يا ميسا انا ما كانش نفسي يتكتب عليا الغربه والشقاوه بره مصر بس اعمل ايه غصب عني. بس انا بحب البلد.